بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 27 من رجب المرجب 13 سنة قبل الهجرة النبوية الشريفة، يحمل ذكرى رسالة خالدة وولادة النور والرحمة الإلهية والهداية الكبرى. ففي هذا اليوم المبارك بدأت البعثة وانطلقت الرسالة، فالمبعث النبوي الشريف هو مبعث النور ومولد الرسالة والقرآن الكريم وانطلاقة الحضارة الإسلامية. ثم إن هذا اليوم هو يوم عيد ليس فقط للأمة الإسلامية ولكن للبشرية جمعا، فبعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عمت بركاتها كل الكائنات. عليه السلام من تلك قال علي بن محمد عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترك التجارة إلى الشام تصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات. كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من خلاله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجد أفضل القلوب وجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليهم من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغرته، ونظر جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهزه وقال يا محمد اقرأ، قال وما اقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه ما من كبير شأنه ما ركبه الحمى، وقد اشتد عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إياه إلى الجنود وإنه يعتريه شياطين، وكان من أول أمره أعقل خلق الله وأكرم براياه وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم، فأراد الله عز وجل أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الله الجبال والصخور والمدى، وكلما وصل إلى شيء منها ناداه السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين. لا يحزنك أن تقول قريش إنك مجنون وعن الدين مفدون، فإن الفاضل من فضله رب العالمين، والكريم من كرمه خالق الخلق أجمعين. فلا يضيقن صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إلى أرفع الدرجات، وسوف ينعم ويفرح أولياؤك بوصيك علي بن أبي طالب، وسوف يبث علومك في البلاد في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك علي بن أبي طالب، وسوف يقر عينك بابنتك فاطمة، وسوف يخرج منها ومن علي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وسوف ينشر في بلادك الدينك، وسوف يعظم أجور المحبين لك ولأخيك،
وسوف يعض في يد لواء الحمد فتعضه في يد أخيك علي، فيكون تحته كل نبي وصديق وشهيد، ويكون قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة وكان عمره الشريف 40 سنة، حيث تلقى الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله أول كلمات الوحي الذي كان ينتظره ليحمل إلى البشرية مشعل النور والهداية والرحمة، وكان أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وآله من الرجال علي عليه الصلاة والسلام، ومن النساء زوجة خديجة عليها السلام. وعن أبي ذرانة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. ثم أن الله سبحانه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصدع بما جاءه منه، وأن ينادي الناس بأمره ويدعوهم إليه، فأنزل سبحانه: فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن أتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فكان أن دعاهم رسول الله لتلك المائدة، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويوازرني على أمري فيكون أخي ووصي ووزيري وخليفتي في أهلي من بعدي. قال: فأمسك القوم وأحجموا عنها جميعا. قال: فقمت وقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به. قال: فأخذ بيدي ثم قال: إن هذا أخي ووصي ووزيري وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوه. فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام وصدع بما أمره الله تعالى به، استجاب له الأحداث من الرجال والضعف من الناس حتى كثر من آمن به، فعظم ذلك على أصحاب الأغراض والأطماع من قومه، ورأوا أن مصالحهم الشخصية المعتمدة على عبادة الأصنام مهددة بالخطر، فنكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته وأكبروا على منابذته وإيذائه. فحدب أبو طالب عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعه وقام دونه، لأنه بالإضافة إلى إيمانه بالله والرسول صلى الله عليه وآله كان شريفا في قومه ومعظما في قريش، مطاعا في أهل مكة، فلم يتجاسروا معه مكاشفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الأذى. وقد قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مشيرا إلى بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: بعثه والناس ضلال في حيرة، وحاطبون في فتنة، قد استوهتهم الأهواء، واستزلتهم الكبرياء، واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر، وبلاء من الجهل. فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة، ومضى على الطريقة، ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. جاء النبي الأكرم وسط مجتمع كانت حياته حياة احتراب وعصبية وجهل وتخلف في مختلف المجالات، وبحسب وصفه الآية الكريمة: وكنتم على شفا حفرة من النار، لقد كان مجتمعا معرضا للانتهاء والإبادة ومهددا بالعيش خارج التاريخ والحياة، فخلق الله منهم هذا النبي العظيم
وأمة متقدمة استطاعت أن تقود العالم خلال فترة قياسية من الزمن. إن في ذلك دلالة كبيرة على عظمة هذا الدين وهذا الرسول. وفي هذا الصدد أيضا قالت الصديقة فاطمة عليها السلام في خطبتها: وكنتم على شفا حفرة من النار، منذقة الشارب ونزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتادون القد أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله. وقالت عليها السلام: فرأى الأمم فرقا في أديانهم، عكفا على نيرانهم، عابدة لأوثانها، منكرة الله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غمها، وقام في الإنسان بالهداية، فأنقذهم من الغاوية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الطريق المستقيم. لقد تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيب كبير من التعذيب الأذى في سبيل إبلاغ الدعوة الإسلامية، فإنه كان كلما سمع أنه عذب أو أوذي أحد في سبيل دعوته تألم وتأثر، ولربما فاضت عيناه بالدموع. إضافة إلى ذلك، فقد كانت قريش تتعرض للنبي بالذات، إذ كان أبو لهب يرمي النبي بالحجارة، وكانت زوجته تلقي في طريق الرسول الأشواك، وكان أبو جهل يحاول إثارة غضبه بإلقاء الغرث على رأسه وهو في الصلاة، أو يرمي القذر في طعامه وهو يأكل. وشج أحد الكفار رأسه الشريف بالقوس حتى جرت دماؤه على وجهه الكريم، وكان بعض آخر من الناس يلطخون داره بالأقذار، وقد يلقون بها في فناء داره. أما السخرية والاستهزاء والتقريع، فقد كانت تمتلئ بها أفواه الكفار ويصبونها على النبي كل حين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقابل كل ذلك بصبر حكيم وحلم قائد وأناة نبي، فإذا جاءت إليه طائفة من الكفار استقبلهم بكل طلاقة ودعاهم إلى الدين بأحسن طريقة، فإذا لبوا دعوته يكون ذلك خيرا، وإلا فإنه كان يطلب منهم أن يأتوا بمثل ما آتى به من القرآن، ثم يتلو عليهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولطالما كانوا يسخرون منه ويستهزئون بدعوته، فكان يعظهم ويدعو الله لهم بالهداية دون أن يغضب أو يثور. وكان في بعض الأحيان يتجول في العشائر والمجامع ويدعو الناس إلى ربهم، بيد أن كفار قريش كانوا يعرقلون طريق دعوته. ومن هنا فإن ذكرى المبعث النبوي الشريف سوف تظل الذكرى المتجددة التي لا تنتهي حاجتنا منها إلى التأمل والاعتبار وبناء النفس وتربية الذات والإنابة إلى الله تعالى، ولتحول هذه الذكرى في حياة المسلمين إلى محطة سنوية فيها بالذكرى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كشف حساب إنجازات في سبيل الأمة الإسلامية المظلومة التي أرسى صلى الله عليه وآله وسلم قواعدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.